السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبائي الأعزاء، مرحبا بكم في قناة مطبخ أميرة المراكشية. اليوم نحضروا وصفة جد سهلة وفي نفس الوقت كنحبوها بزاف وكنوجدوها دائما، وفي بعض الأحيان ما كتسعفناش الوقت، ولكن بهذه الطريقة غنهنيكم وما تحتاجوش الفرن. ميني بيتزا في المقلاة كيجيو رائعين وكيجيو لذاذ. نخليكم مع المقادير وطريقة التحضير. ما تنساوناش اضغطوا على الزر الأحمر أبوني وديروا جيم، خاطروا في القناة ديالي يوصلكم كل الوصفات الجديدة. بسم الله. بالنسبة لمقادير العجين، كنحتاجو 200 غرام ديال الدقيق الفرص، أي دقيق رات بما يعادلو تقريبا جوج الأكواب. أنا هنايا الدقيق الفينو بالنسبة ليا درت 40 غرام ما يعادل تقريبا جوج معالق كبار دقيق قمح، أو القمح تيتسمى كذلك القمح الصلب. هنا نص معلقة ديال الزعتر، جوج معالق كبار تاع الزيت، زيت من الافضل زيت زيتون، اللي ما عنده زيت زيتون زيت نباتي، واللي ما عنده يدير جوج معالق كبار ديال الزبده المذابه. عندنا نص معلقه ديال الملح، جوج معالق صغار ديال السكر الخشن، جوج معالق صغار ديال الخميره ديال الخبز. هنا الحليب، انا نقول لكم بالضبط شحال مزجت من الحليب. الحليب يكون دافي، انا كاس الا ربع. بسم الله. كنصبوا الدقيق الفورس، دقيق قمح، واللي ما عنده دقيق القمح يدير دقيق الفورس. كنحاولو كندير واحد الحفيره هنايا على هذا الشكل، كنديرو السكر خميره كنصبو حليب يكون دافي، نتركو واحد شويه من بعد تنزجو الكل. بعد ما وضعنا الخميره مع السكر كنتركو هذا الشيء. الان كنديرو تقريبا الزعتر، ها هو كنحكو بين يدينا، ولي عندكم طحون ديرو الزيت الملح، وكنمزجو هاد المكونات. الحليب راه دافي، ما جمعنا العجين على هذا الشكل تقريبا 190 حتى 200 مليلتر، يعني كوب. كنبقاو كندلكوها مزيان حتى تصبح حطبه. بعد ما دلكنا العجين صبحت على هذا الشكل، صبحت رطبه. الان كنحاولوا نهنا بشي الزيت وتنطلقوا حتى تتخمر تقريبا ساعه هكذاك. كنغطيو على البلاستيك. بسم الله. الان غادي نحضروا صلصه ديال الطماطم. بالنسبه لصلصه الطماطم كنحتاجوا 3 الا كانوا كبار تاع الطماطم، وكنبشروهم بالزريعه ديالهم، ولا 4 الا كانوا صغار على هذا الشكل. الان غادي نديروا العطريه. كنديروا معلقه صغيره عامره ديال التحميره اي فلفل حلو على هذا الشكل، معلقه السكر الخشن. بالنسبه اللي ما بغاش يدير هذا السكر الخشن يدير واحد معلقه عامره ديال الكيتشب، ما متوفرش عندي انا كيتشب. عندنا معلقه ديال الزيت، معلقه كبيره ديال الزيت، نص معلقه شويه ديال الملح، دائما بحسب الذوق ما كنكثروا حتى تنذوقوا لاصوص ديالنا. عندنا السودانيه، وهذه السودانيه اختياريه، نص معلقه. كنديروا الثومه غبره، اللي ما متوفرش عنده الثومه غبره يدير طريس ديال الثومه ويبشر. نص معلقه صغيره ما عمرش بزاف. انا هنايا طماطم مصبره هذا الشكل، هنا الزعتر، ها هو الزعتر، هذا الزعتر وهذا الريحان. اللي متوفر عنده الريحان الخضر يديرو، اللي ما متوفرش عنده يكتفيه بالزعتر. كنديرو واحد شويه دائما وكنبشرو. نص معلقه صغيره كذلك الريحان، نص معلقه صغيره كيجي لذيذ مني. الان كنحطو المقله فوق النار حتى تتعلك لينا هاد لاصوص، وكتجينا معلكه مزيانه، وكنغطيو عليها. بسم الله. بعد ما طبت لينا لاصوص وصبحت جاهزه، راه غطيناها وتركناها مره كنحركوها. ها هي الان غادي كتجي نتوما الشكل ديالها كيجي معلك. كنطفو عليها النار وتنطلقوها حتى نستعملوها. بسم الله. بعد ما خمرت العجين الان كنحاولو
باش نقسمها على الشكل اللي بغينا، نديرو كويرات صغيرين. الان كنحاولوا نقسموا العجين تقريبا كويرات صغيرين على هذا الشكل، وكنبقاو مستمرين حتى نكملوا الكل. بسم الله، بعد ما شكلنا 11 تقريبا قطعه، وحسب الذوق ديالكم اللي بغيتي تصغروا مصغرهم. الان غنديرهم كويرات على هذا الشكل، كنبقاو مستمرين حتى نكملوا الكل. واللي بغى يسرح العجين يسرحها ويقطعها كذلك، لانه كامل كياخذ اما كاس اما زلافه اما مرشم وتيقطع العجين. بسم الله، بعد ما كملنا هاد الكويرات كنغطيو عليهم وكنحاولوا نبداو بالجمله، كنسرحوا ولا كنغطيو عليهم باش ما يبسوا لينا وتكون القشره من الفوق دائما. بسم الله، الان غادي نسرحوا العجين بنا نديروه في المقله. كنسبقوا الاولى على هذا الشكل وكنحاولوا نسرحوها مزيان، اما نسرحوها هكذا على بيدينا وحاولوا نديروا كذلك المدلك، كندير شويه شويه ديال الدقيق باش ما يلصقليناش واحد البيشه ديال الدقيق. كنقدوها واللي سرحناها كنحطو تنسرحو تقريبا على حسب المقلة اللي عندنا. بالنسبة للمقلة اللي عندي راه غادي تاخد تقريبا 4، كناخدو كذلك الثانية وتنبقاو حتى تنكملو دوك 4 وكنديرو فوق الطاوة فوق المقلة. بعد ما كملنا هاد 4 سرحناهم، الآن كنوضعهم في المقلة. المقلة كنبدا كتسخن. بسم الله، الان كنوضعهم في المقلاة بعد ما سخنت لنا المقلاة على هذا الشكل. الا شفنا معرضو تجمعو لينا كنسرحو بهذا الشيء، كنوضعهم كاملين هي كيشمون العافية من تحت، كنحاولو نقلبوهم على هذا الشكل. ومن بعد تنقلبوهم كنحاولو ندكوهم بهذا الفرشيط باش ما يطفوش لينا. بعد ما تقبلناهم على هذا الشكل، الان كنحاولوا نقلبوهم وكنفكوهم كذلك. طيبوا لنا من تحت باش نقلبوهم. بسم الله، بعد ما طابوا من تحت هانتوما، الان غادي نقلبو على هذا الشكل باش نديرو الحشوه ديالهم. كناخدو بالنسبه للحشوه كناخدو صلصه الطماطم وكنديرو بعد ما صبحت جاهزه، واللي متوفره عندو شاريها يمكن يديرها يشريها ويدير هاد، كنديرهم جميع وكنقصو النار. بسم الله، بعد ما درنا الحشوه الان غادي نديرو الفرماج، غنديرو مزج بين الفرماج موزاريلا وبين الاحمر. ندير شويه هنا عندي وقايه الفرماج الاحمر شويه، اللي متوفر عنده غير واحد يمكن ديري واحد، يمكن ديري موزاريلا ولا الفرماج الاحمر حسب متوفر عندكم في البيت. بالنسبه لهادو الناس اللي ما عندهمش يعني كذلك ما عندهمش الفران وما متوفرش عندهم حاليا في هذه الحاله متوفرش عندهم الفران، يمكن ديروا هذه الطريقه كتجي بنينه. انا غنديروا الطون واخيرا كنديروا شويه ديال الزيتون، الزيتون الاسود. ها كيجيو هاد بيتزات ميني بيتزات صغيرين كيجيو غزالين ورائعين وساهلين التحضير حتى لاخر لحظه يمكن تصايبوهم. بسم الله، الان بعد ما عملنا هاد الميني بيتزا ديالنا كنغطيو عليهم تقريبا 5 دقائق كيذوب لينا الفرماج وتيكملوا الطياب ديالهم.
بسم الله. بعد ما طابوا من البيتزا مرات عليهم 5 دقائق. الان غادي نحيدوا على الغطاء، كنحاولوا واحد شويه الزهر، ها هو كنديروا بين يدينا ولا كندكوا هكذا، كنحاولوا كل واحد وحده كندير فيها شي شويه. الان كنحاولوا نقدموه. الشكل النهائي ديال مين بيتزا كيجيو على هذا الشكل، كيف ما كتلاحظوا بانه راه سهل التحضير وكيجيو بنان ولذاد، وحتى اللي بغينا نصايبوهم ما كيخصش تغرقوا في الوقت. كنتمنوا يعجبوكم وغادي يعجبوكم يجربوهم وبارطاجيو مع الاصدقاء ديالكم في الفيسبوك والواتساب، وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.